قليل شويه نوق قليل الغلمي قليل والمعزي قليل. عليكم السلام ورحمة الله. الله يحفظك سي بارك الله فيك. نهار كبير هذا من شناكم. الله يحفظك الله يكبر فيك. مرحبا. كيداير الحركة اليوم ديال السوق؟ السوق اليوم شوية خاوي شوية من الناس اللي كيتقداو. ياه. شوية ديال كاين الغلا. واخا اليوم نهضرو خويا على الثمن ديال الجمل شحال داير؟ بالنسبة للحم الجمل داير 130 درهم حتى 150 درهم. ياه. والدروة ديالو وصلت 6000 ريال. 600 درهم. الدروة ديالو حنا. هذيك الشحمة ديال الدار ديالو فيها واحد المنافع سخون كتحيد البرودة كيداوي بها الناس بزاف. بالنسبة للحم الجمل سخون يعني فيه واحد منفعة كثيرة. منافع كثيرة بزاف الحم الجمل معروف. وبالنسبة للثمن شوية ديالو قاصح. الحم ديالو قاصح. والحم دابا الجمل دابا الجمل كيجيبو من طنطان. طنطان. نعم. البطوار كاين ديال سيدي بنور تما بكذا الحوت اذبيحه قانونيه وكيجيو عندنا لهنا السبيت يضمن ليه. وكاين شويه ديال الصيف شويه ديال الترانسبور كاين طريق طويله الحمام اللي غنزيد واحد 200 ريال ولا 10 درهم باينه باينه 10 درهم. كاين حوايج الجمل المعزي الغلمي جميع اللحوم اللي كتذبح حلال. دوز على الطبيب هو الاول الا ما طلعش الطبيب الطابع ديالو وقلب الكبده والفؤاد على داك حقه وطريقه ما يمكنش يجي لنا لقى شي ديفو يحرقوه تما ما يخليوش ضروري يحرقوه ما يخليوش يجي لنا. كاين الناس اللي كيعرفوا لي كيجيو لي كاين الناس الصحراوي الصحراوي كيجيو لنا والله الا الناس الصحراوي من العيون الداخله السمارة الى الشمانه كيتواجدوا في الدار البيضاء كيجيو يديو الحمد ديال الجمل مع هاد الناس اللي كاينين هنا. عندنا ثلاثه الناس كيذبحوا الجمل معروفين واحد يقول لي عبد الله وكاين واحد الراجل الحاج واحد السيد خور هنا ودبربر الله يرحمه وقع ولده معروفين بلحم الجمل شي حاجه كارنطي كيجيو عندهم الناس ديال الصحراوه والصحراوه راه عارفين الجمل ما يمكنش غادي تقولبوا به. عندو ناس وخاصين وعندو ناس وخاصين كيجيو لي وكنتمنى من الناس كاملين اي مشاهد شافنا هي اللحم الجمر راه فيه منافع قويه بالنسبه للبرد. اللحم السخون ديالو اللحم ديالو سخون كيحيد التبوريش كيحيد البروده بزاف د الحوايج اللي خاصو الناس يكون عليه شويه اقبال. الدروه ديالو راه غاليه الدروه ديالو راه غاليه راه حيت فيها منافع قويه سخونه كيديروا يديروا منها ماساج البروده كيديروا يطيبوا منها بزاف د الحوايج فوائد يعني فوائد كثيره لا ما عرف لا طيب ولا ديرها مساج ديرها مساج احسن. انا كنطيب مع البيض البلدي دروه ديال الحم الجمل والبيض البلدي والبورو والله البرد الشتي انا كناكلو دابا كنفطر به مع الصباح دروه ديال الجمل شي حاجه عندي والكفته ديالو باللوز القرقاع وشي حاجه ما نعاودش لك وعلى الكبده ديالو صحيه وتعاوى حاشاك غير الماء ديالو صحي صحاب الدقه الماء ديالو والدم ديالو هو كثير كثير الناس كان ملي كان عندنا البطوار هنا في السبيت كان الصباح كنجي انا صديق ديال السواق كنجي الصباح كنلقى الناس جايين بيضاوة وجايين من كل بلاصه بيضاوة كنلقى الناس زوينين كيوقفوا كيتسناو الجمل كيشوفوا راه بارك كيدخل تذبح كيلقيو كيسان غرار ديال الدم وشربوهم قدامنا كيشربوا الدم ديالو سخون على الصباح قبل ما يجمد كاع واش كيدير لي بالدم؟ شوف فيه منافع علاش قلت لك راه منافع كثيره الكرعين ديالو كيقول لك والله ما فيهم ما يتكلوا راه المخ ديال الكرعين فيه منافع كثيره علاش ما يتكلش هذا الجمل؟ الجمل خاصو ياكلوه الناس كنوصيهم على لحم البعير وخبز الشعير سالينا لحم البعير وخبز الشعير تاكلوا بالخبز ديال الشعير منافع قويه وسخون داكشي طبيعي مازال البقري شويه بالنسبه للناس الامراض شويه كيتهربوا منه اللي مريض شويه ما كيقولش ياكل البقري واخا خويا دابا حنا الان ولينا في السوق كنشوفوا اللحم ديال الجمل كاين
والحمل بكري ما كاينش. علاش؟ ما الكسر ما بقاش يكسب. واش هاد الدرجة حنا كنعرفو؟ كاين شوية الجفاف. أي قدوش هاد السيمة دابا الكسار تمحل. بقاش يقدي ربي العجل دابا ما بقاش يقدي. العلب غالي كلشي غالي. كنتسناو الرحمة ديال الله تنزل باش يعاون الفلاح والكسار. الجمل جمل نسبة الجمل ما كيسرحش في الربيع وداك الشيء في الرملة في الصحراء كياكل أعشاب طبية أعشاب زوينة شي حاجة طبيعية كياكلها اللي كياخذ الطبيب أطباء كياخذوها أعشاب صافي هي والعتروس العتروس ديال الجبل هذه معروفة العتروس ديال الجبل كيسرح في الجبل كاش ياكل الزعتر في ليو كياكل شي طبيعي العتروس هو تكر ومعروف ديال الصحراء ديال الجبل ماشي ديال العلف ديال العلف ديال العلب كتشمي فيها واحد الريحه بحال الهين عادي بحال الغلام اللي كتعلب وما ديال الجبل ريحته راه ما تقديش كتجيبي ولكن خويا حنا نعرفوا ان الدم يعني حرام انه يتشرب واه كاينين الناس اللي مرض الله يشافي كل واحد راه اي واحد غادي يقول لي تشرب اي حاجه غيشربها لا 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 شوف شوف بالنسبه للضيقه بزاف الامراض كيشربوا الدم ديالو البول ديالو كيتشرب عطيني البول ديالو نشربو انا والله تشربوا بالله البول ديال الجمل فيه دواء سبحان الله اه دواء واخا كي داير اليوم هكا ديال السوق خويا السوق شويه خاوي اليوم بالنسبه للناس ما كاينش اللي كتقداو ما كاينش كلشي قضيه بارده الجزاره صافي الجزاره هذه هي الاخره ليهم الله يجعل ربي ويشوف من حالهم والمسؤولين حتى هما كنترجوهم يعاونوا يدعموهم شويه على القضيه وصلت ليهم العظم ما يمكنش هاد الناس بساكن يلقى اصاحبي خمسة الناس في عجلة اش غيشيطلين؟ تشيطلي 70 درهم واش راجل قداش ناهو تشيطلي 70 درهم تما غادي يبيع أربعة الأولاد خمسة الأولاد كيتسناو فيه اش غيتقدى؟ واش غيتقدى؟ اش غيتقدى؟ اش غيتقدى؟ واش غيتقدى؟ غيمشي القطنية اللي شوية 300 العداس 400 العداس صافي. أمين أمين الله يصوم. وحاجة وحدة أختي الله ينصر سيدنا والله يشافينا سيدنا كنطلبوا منه الناس المسؤولين يحاولوا يدعموا الفلاح والكسان. يدعموا ولا يكون غير واخا غير شويه ديال العلف اشويه كنطالبوا الناس مسؤولين واخا شويه ديال العلف غير من الملول الناس شويه ديال الدعم للفلاح والكساب كنقول هاد الكلمه دون شعور ان الكساب كنشوفوه تمحن قدامي والله الا سمحوا بالكوالا ديال مسدوم صافي ما بقاش غادي واش غادي يدير بهم حتى الدجاج غير ربي راه ما كاين الدجاج غالي صافي الله يصوب الله يصوب مرحبا